как Мирана Дзяпа! سهلا مرحبا يعيشك. ما كان صدقني ربي شنو اول صندوق هذا؟ صندوق اسمعني راهو في السيزون الاولى نتاع ديلك ملك المبلغ الاولاني كان 300 مليون معناتها اقصى مبلغ تنجم تربحه كان 300 مليون وكان اللي يربح 300 يروح فرحان على الاخر بيان سور هكا ولا لا؟ نحسبوا احنا ما فهم شيء ونلعبوا على 300 خاطر كان باش نبداوها بالدمار من توا لا لا ميساج. ها؟ مش مشكل. انت اسمك الي هكا؟ اسمي الي. الي شاكر؟ الي شاكر. لا شاكر هو عندك حكايه سامباتيك على الاخر نحكيوها من بعد. عمرك 22 سنه؟ 23. 23 فرق بعيد ولا 22 ونص؟ 23 في اوت. 23 سنه في اوت عملت تخدم توا في سنتر دابيل مع شكون؟ مع فرانسيس مع لو بونجور تقول جو مابيل جاكلين على فوت سيرفيس. ناتالي دوران. ناتالي دوران اسمك؟ الله 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 تحكي بزاف اسم ستاندار هذا معناتها ربي مش كاتب باش تستعمل اسمك في ديلك ملك تجبر اسم ستاندار في السنتر شو ناتالي كلكم اسمكم ناتالي دوران بون هو ما كي يعطيوك سكريبت يحطوا لك اقرب حاجه ناتالي دوران فهمت اسم ستاندار تسمى وانت تحت بالاسم ستاندار بالتمام يعني كيما نحب معناها نبدل وانا نخلي تخدم في سوسه ولا في تونس؟ في سوسه. في سوسه باهي الامور ماشيه الحمد لله عاده مزهره ولا ماكش مزهره؟ والله ما جربتش في الدنيا معناتها تقول حتى لتوا وين وصلت اش قريت؟ قريت ترانزيت بعد الباك. عملت ترانزيت بعد الباك ثلاث سنين يقرا ولا قريت؟ ثلاث سنين وقريت ترانزيت وكيما برشا شباب خدمت في سنتر دابيل فيمون سنتر دابيل سافا الحمد لله يا رب يخلصوا بالباهي حسب ما سمعت مريقلة الحمد لله وبلو تخدم في سوسه ننساو المليار وننساو اللي صار ونعطيني دخول بقوة بلتي بن عروس 19 عندك في الصندوق القاسرين القاسرين جاكي شو بعد حلو صندوق جاكي صار دخله قويه بعد كي تتفرهد انا راني فاهمك انت قاعده تعاود في كلام توني حنا اما توني حنا راه ما عاودش المليار معناتها خلى المليار حتى الاخ انت توا فتقت المليار وقداش توا 100 مليون معناتها واحده 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 انتوما اللي ما في بالكمش ريت هي عندها اللهجه نتاع سوسه اما نورمالمون كره عندها اللهجه نتاع مصر على خاطر ابوها مصري يعني ابوها مصري وتعرف كيفاش قعدت في تونس والله حكايه اوريجينال على قال لك ابوها صعيدي جاء لتونس ضيع اوراقه ما لقاش كيفاش باش يروح باش يشد يده عرف فمها اش قعد يا اخي عرس بها لا مش هكا نوعا ما نوعا ما ماما ما عرفهاش وحده اون توكا بالواسطه معناها شو بالواسطه عرفها؟ هو شو كيفاش هو ما ضيعش اوراقه هو تسرق تسرق فوالا تسرق يا اخي تعرف على عيله كبيره في سوسه والعيله هذيك حبوه كي ولدهم يا اخي باش يخليوه معاهم لو جو امراه سال بنته فماش هكا صاحبتك بنت حومه عاقله زواليه كل شيء جابوا له قالت له ما يسالش سالو خذيت ماما وتوا مازالت العلاقه باهيه ما بيناتهم مريقلين وربي داهم العشره انا نجم نقولوا الله يرحم والدينا اللي سرقوا ورق المصري ما كانش البنيه هذه ماهيش موجوده معناتها ما
من كانت انت راك ما فهمتش راك مكسب جنبي توا باهي شنعمل؟ توزر توزر كرمان لبز هذيك نحسها اقدم وحده لهنا زرسه تعرف شنو هو فيها نستنى في الحلقه نتاعك دقيقه وثلاثه على الصندوق 10 دينار البنك تقترح عليك وانت ديلك ملك لو كانت تحب تنجم تبدل الصندوق قديش رقمه نرفض تغيير الصندوق 85 845 ومازال عندنا 50 75 200 و300 مليون الى اين نروح لفين يا مصريه يا انت انت مصريه ولا لا اون فانكون بون موتي موتي ما عندك وراق مصر ولا ماكش مورق بون نجم معناها طول المومون معناتها كان واحد يعرف بيك ما يورقش ما يوريش مصراوي بالحق نجم طول المومون نطلع غاديك طول المومون تولي مصري دوب ناسيوناليتي وبوك يمشي لمصر ولا ما يمشيش؟ بيان سور يمشي وعندك عائله غاديك وكل ما تمشي تشوف عندي صافي 15 ما مشيتش هو صعيدي ولا ليه؟ صعيدي فوق الغنية صعيدي وانت ربي 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 حتى الاغنيه نتاع السعيد جمهوري العزيز ممثلي الولايات التونسيه ما تحسوهمش يكونش عليهم حسن وحسين غاديك قاعدين كزوز باربي لا يتكلموا قاعدين بالله ما لما نقولها تتكلم تقول لي جوي به شويه قلت لها سامحني قلق فيك هاكا ساعه ساعه تعمل كوتشيفال منا وساعه ساعه منا كيف ريمون تحب تعمل تغيير كبير في حياتك معناتها ابار سا بون البرانسيس جوا به باربي لاباس الحمد لله لاباس شنو الدنيا مع شو الامور سافا شنو احوال القروين سافا ما انت عايشه في القروين ولا في القروين ونقرا في سوسه تقرا في سوسه؟ اش تقرا؟ دوزيام اني اونجلي والحياة حلوة؟ ايه والصندوق حلو؟ شار احنا قلنا القروين ولا الكيس؟ قروين قروين خاطر كيف كيف انا وياك؟ قروين 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 نحسبوا احنا فماش 300 نلعبوا على 200 معناتها انا في بالي باش نقول لك هاو بوك وجهه مبروك وما اللي حاطين الاغنيه نتاع السعيد لا على خاطر سيداتي يعني نساتي سادتي زوكم تعرفوا لي والله فما حكايات محلوه وقل لي كان الحكايه هذه صحيحه ولا لا معناتها فاتني كيف تحكي معك قلت لها بوك شخدم قلت لها انت عنده برويته يبيع الشباتي على برويته هكا ولا لا يا اخي قالت لك مالها امورك على قدهم معناتها يا اختي قلت لها لا راهو بالبرويته بني بلاص صحيح ولا غلط؟ يعني عماره صحيح عندكم عماره بالبرويته بالبرويته والله السعيدي حطينا السعيدي ولد امه طلع هذا ما معلم الحمد لله يا رب وبالطبيعه كان معلم كان مش ماما زاده اه كان مسمك وجا مبروك كان مش ماما بالطبيعه ما حتى شيء وحده اما ليه كمان معناتها والله سحب نتاعك ما شو نقول لك انا
ناحية المليار قلنا ميزارس، ناحية 300 قلنا ميزارس. مشكلة استحضرنا لك إن شاء الله قدرت ربي. أنت قلت لي عادة مزارة ولا مش الحق ما جربتش في حاجة. وسمعني الأصول الجبية هذه اللي من أمك شوية جبة شوية ولا ماما. أمك ماما. فهمت كما والله تنجم تتعدى لورا جابونيز جابونيز. ميم حتى في الثنية بون فما عباد يستخيبوني فغي جابونيز. مش فهمتك لا وبالكيمونو هذا تخرج عملنا سحب يا جبت لي والله عمو شبشب شعرك عامل صار في مرقه حل حياتي قطره كيرة ومكش ماشية مكش شدة ثنية باهية بكل 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 نحيو السعيد شكون نحطو؟ شو عندك غنية تسبق بها بخلاف السعيد؟ حطينا شو اسمه هو انت عندك شكون ولا؟ هذوما لي جران كلاسيك ترى حطينا لي جران كلاسيك نتاع ديري كملك من الكلاسيك حجمه هاي سيدي على القيلة بشيخ برشا قرب زولان في ساعة في حال صندوق من نوبة مزروب لا سياني سيكم تقالوا حل هذا لا والله فر علي شيء يقول لي ما عادش لا والله يزيكم تقالوا حل ما انا اكتفي باش نقول لك اللي البنك تقترح عليك 7 ملايين وانت تدي لك ملك 7 ملايين نرفضوا 7 ملايين 85 8 45 اللي كانت امنوا الحظوظ انا اليوم الجبه المصريه عندنا احنا هكا حاجات ساعات الجبه المصريه كل شيء واحده شويه من الجبه اسمعني انا شكون جبت انا شكون هذا منوبه والمفيد نحلوا ولا رجعوا نحلوا شعار نتاع البرنامج ما اختفش زي عملتهم كلش مازال لابسه في الاحمر والاستوديو في الاحمر لابسه في الاحمر والاستوديو في الاحمر ودم دم 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 ما ينفع شيء ما شو نعملوا نحلوا زوز معناتها ما نعرفش انا اسمع انت حاليا ما عندك حتى حد عندي حد وماذا بيك يولي عندك حد؟ لا مطفي الناس كلها؟ مطفي مش مطفي ايش يا ذبانه ما فما في الدنيا كانت جبه؟ ليه مكتوب اون فيت مازلت تغرون انت هكا؟ مازلت طيب وشنو هي الاغنيه اللي هكا تيوريكمون تحرك لك مشاعرك؟ هو اني حطيت غانغنام ستايل نورمالمون سامحني غانغنام ستايل تحرك لك مشاعرك؟ ليه مش تحرك لي مشاعرك؟ باش نحكيو احنا هكا حاجه فماش اغنيه تحرك لي مشاعرك يوزينا والله ما فماش اغنيه تحرك تحكي بجد؟ والله ما فماش هكا اغنيه كيف تسمعها حاجات نتاع جو هيك نتاع باهي وحاجات نتاع كوبي ما تحب خاطر انت زحب الكوبي ليش تحط لك حاجه جو ولا دوك تقالي حاجه مزيانه كوبي شنو نجم نحطوا حاجه مزيانه كوبي علاش الكوبي؟ على قد زحب الكوبي على قد السحب طيب تحسن تاتي ال اعطيني اغنيه كوبي تو تشوفها اعطيني اغنيه نتاع دمار هكا نتاع استنى نقعد هكاك تحب نعطيك حاجه زمم كبي ضربه معناتها عندي زكار ما فهمت استنى عندي زكار نتاع تطوين اعطيني اش بيها؟ تقلقت؟ بالحق ريت السحبه نتاعك مرضنا ممثله ولايه باش باهي اسمعني تطوين اعطيني ضربه زمم كيما نعرف انا كل حاجه نتاع واحد فريمون واموره دمار طول معناتها ترى هي تي اعطيني دمار تعرفت
سي بون ولا تخلق وقعد وين نمشيو تو؟ نمشيو صفاق 21 انت لق زكا ركاك كامل هكاك الدمار نحب زمم زمم على الاخر زمم 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 هكاك هكاك عملناهم لها الكل ما تفهم هكاك هي يكمل هكاك دمار دمار هي اللي بعد واللي بعد اللي بعد وي دمار هكاك دمار دمار هي هكاك هكاك هي سنة 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 هكاك انت اسمعني هذايا في السبور ما عندكم انتم ما نعرفش عندكم شويه تايم اوت ما تخلي الراجل يتنفس دقيقه صفقوا على الزكار ياخذ شويه نفس يعطيك الصحه انا قريب الراجل مسكين قريب زرتك يا جبا قريب يصير له ايكلاتمون معناتها في الواحد سي بون تحت مريقل عاودها له يا بشير عاودها له يا بشير وين نمشيو تو؟ وين نمشيو؟ مستير بويكا بعدنا نحلو صندوق مستير بويكا معلم اسمعني تصفيق على بشير ما ينفع فيك كان الزمم ولا ما ينفع فيك كان الزمم بالمشتى زادة بشير يعطيك صحة وقعد دقيقة ما تعلقش مازلنا حاجتنا بخدماتك الو البنك تقترح عليك وانت يدي لك ملاك على ضوء السحب اللي عملته مبلغا 9 ملايين نردو 9 ملايين 85 45 وكانت امن الحدود المصريه تجبى اليوم اسمع وانا الحقيقه والله الحقيقه انا في السحب نتاع تجبى ما عندي ثقه كبيره اما عندي ثقه في الذكره نتاع بشير بشير اديله وين نمشيو وين نمشيو العاشره صندوق بشير صندوق 10 اسمع اما نحب نشد لك كرونو قداش تشد نفس من غير ما تقص المهم وانت تنفخ امشي تشد ساعه لا ما نشوف الحلقه الجايه مش مشكلة هاي برا بعد يا ابو موزيكا 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 هبط عليك حتى من العرق عرق مسكين ما هذا السحب يا صديقتي والله لا نعرف ها هكا حك سراج اسمعني مش ما نخبيش عليك مات السحب نتاعك خايب خايب لا ولا بالرسمي خايب 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 طول زاد وجربناهم الكل ما نعرفش شنو نجم نعمل لك انا ما ترى نجوى كرم تغني لنا ها
فالنجوى كرم تغني لنا فماش ما تتحرك. نجوى كرم زعما صوتك يجيب حاجه ان شاء الله. ربي معاها ان شاء الله. نجربوا صوت نجوى كرم. نجربوا وين نمشي؟ 24 سباق قفصه. سيداتي أنساتي سادتي، أنا ما نجمش نحل صندوق قفصة قبل ما ناخذ شوية ونتهنى على أحوال خطيب ممثلة ولاية قفصة، خطيبها اللي عمره 77 سنة يلزمني نتهنى عليه. أما على سالك شو اسمه الخطيب؟ فرنساوي صار؟ أي اسمه جيرالد؟ أوي جيرالد. شبيك جاكي شون؟ البارح راجل كبير فيت اتونسيون بور ما شيري ما بيل شنو تحكي بجدك؟ قال لي مش راح جاكي شون ولا حاجه راهو نتكلم قلت شو فكر على اسمع قاعد فدك ولا تحكي بجدك؟ ريغول يفدك بجدك معناتها صار اللي عمره دقيقه 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 برسلكم اكتشفت تو انا دقيقه دقيقه بشوي استني علاش تحرق في المراحل خليتي حلقي تو نحكي وكل شيء انا تحرقت بكل برسم بشوي دقيقه دقيقه بشوي 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 دونك الاخ طلع فرنساوي سامبل امي توا معناها اونتر سامبل اي معناتها الخطيب نتاع 77 سنه طلع فرنساوي قبل يا سيم ان توكا انت اختبت واحد عمره 77 سنه لا دون لو تون 66 دون لو تون عمره 66 وقتها مازال ترنكوش مازال حيبوم ما بين سنين عندك الحق غلطت غلطت اي وهو توا شنو احواله معناتها مازلت اون كونتاكت وكل واحد هو عايش في تونس ولا في فرنسا؟ نو لهنا يمشي للغد ويجي لهنا يمشي ويجي ديما فهمتك لا عنده علاش يمشي ويجي نحلوا صندوق شوفوا ايش فيه سنتر دابير على جوك تليفونات اسمعني اسمعني امان عمل فيها ناتالي بيرتران ولا شكون هذيك ما تقول الو بونجور ما نمشي يا الو بونجور كيفاش تقولوا تسمع فيا امان الو راني نكزيست انا هوني الو اسمعني اسمعني عملوا كيما في سنتر دابير ويا الو بونجور Nathalie, à votre service. Nathalie Durand, à l'appareil, du bureau d'études de l'île Kumlak. De Saïd. Merci, merci. 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 اسمعني اسمعني وكان تعرف انا شنو الفلتري وكان تعرف انا شنو الفلتري مش حتى الفرنسيس قدهم اغسولي ما يجاوبوني شكا ليت كيفاش والله المفيد الرسمي المفيد اعطاني 18 مليون به مش نعمل مازالوا عنا 20 25 30 و 200 مليون رفضنا 18 مليون 85 ويجي نقول لكم انتوما بالرسمي قاعدين تراوا لي الوضعيه نتاع الاء الجبه المصريه ما تعجبش بكل اما هاو بشهاده ممثلي الولايات التونسيه عام سنه عندنا عام غريب اللي يخرج الوضعيه نتاعو باهيه من الاول يعمل سحب باهي يروح لا راك الله مكروه واللي يعمل سحب على الحيط من الاول اموره تتحسن من بعد حتى لتو هكا ان شاء الله القاعده هذه تكمل تصح ان شاء الله تصح ما تجبدش انت ال 200 مليون برك خاطر كان جبدت ال 200 مليون نوليو ننبروا على حكة السراج ماك تعرف كيفاش لازمني نحيا حكة السراج لا يلزمك ما تحطش فوق حكة السراج انت يلزمك جوست ما تحلش ال 200 مليون هذيك هي اهم حاجه باش نقعدوا معناتها اللعبه مازال فيها يلزم ما تحلش ال 200 مليون كيف تحل ال 200 مليون تنلعبوا على السراج من بعد المفيد ما تحلش ال 200 مليون وين نمشيو جندوبه
جديد الحق متولي. اسمعني سيداتي نساتي سادتي، هذا يا صندوق الاشهار، وبقدرة ربي مشينا الاشهار بمعنويات انا نضمن لك فيها. ان شاء الله ربي يستر. الحق متولي فما 200 ولا ما فماش 200؟ ناين 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 مباشرة بعد الإشارة. مازالو لكم بعض الدقائق باش تربحوا شطر قيمة المبلغ اللي باش تربحوا المتبارية نتاع الليلة. أبعثوا SMS على الرقم 85 8 45 85 8 45. وقد ما تبعثوا أكثر SMS قد ما تكون حظوظكم أوفر في الربح.